شي بنت ياك ما رسمش مع شي واحد ياك داكشي ديالو حاشاك تا هو كتسحر بيه فهمتي علاش كتسحر بيه باش محبه باش يبقى معاها غير هي باش ميمشيش يشوف بنات وحدين اخرين يعني اي بنت مشى عندها ما غاديش يحس بشي حاجه من جهتها ولكن هذا الشيء يعني غير هي انت فهمتي ولكن بنادم خصو شويه يامن بالله يعني بنادم الا بقى السحور هذا يسحر وهادي تسحر وهادي تسحر فين غادي نوصلوا بهذا الشيء كامل يعني حدا انا وحده وعندنا مره وراجل يعني كيدوش ديال الشعواده هذا كيجيو عنده عيالات هما بزاف يعني اش منك يا بنات اش منك يا رجال اش منك يا عيالات يعني اي واحد كيدخلوا كيديروا التم على نيفهم باش ما يبانوش وكيدخلوا وكيدير ديك الشعواده وداكشي ديال التشاويد والتخربيق فهمتي يعني انا خصني نحيدوا الظاهره ديال التشاويد حيت حدا انا غير في الحومه كنشم شريحه كدوخ الراس غير بالتشاويد وفين غادي نبقاو غادي حنايا بهذا الشيء هذا الا بقينا غاديين بالتشاويد وغاديين بداكشي هذا فين غادي نوصلوا ما عندنا فين غادي نوصلوا كنبقاو غير بلاصتنا يعني اللهم الانسان خصو شويه يامن بالله كيف ما كتامن بالله كيف ما مزيان انا غادي السحار عندك المخ ديال الضبع هذاك كاين هذاك بزاف هذاك موجود بزاف هذاك منتشر وعندك عاوتاني داك شو سميتو داك شي يقولوا ليه الخرق حتى هي كتكتيه حتى انا ما كنعرفش يعني بزاف ديال كنعرف انا غير حيت انا سولت كاين مخ ديال الضبع اكثريا والخرقه حتى هي وعندك عاوتاني اش غادي نقول لك كاين عاوتاني يعني واخا الهضره هادي الناس اللي كيديروا الشعوذة فهاد الليله راي ديالي الشعوذة يعني ما خصهاش تبقى عندنا في المغرب يعني خصها تحيد حيت الظاهره كثرت بزاف حيت فما مشيت كتلقى الشعوذة بشي حوايج يعني غير شرعيه وهي عندنا في الدين ديالنا يعني حرام وبنادم خاصو شويه يامن بالله كيف ما انسان كيامن بالله كيف ما انسان غادي يمشي بعيد الا انسان ما كيامنش بالله راه ما غاديش يمشي بعيد حيت انسان اي واحد كيامن بالشعوذه بحال ما عندوش ايمان بالله قوي واي واحد اي واحد كيدير هذا الاجراء ديال الشعوذه عمر ربي ما غادي يسهل عليه قالك لا يفلوها سيرو حيت اتى هاد الناس حنا عندنا واحد المراه كنعرفوها السنين هادي كتسكن قدام لاكار ديال اكدال شارع محمد تريكي في الطابق الخامس كتسحر في هاد الليله العظيمه عند الله وكتسحر بلا هاد الليله كتطلق شي ريحه كريهه وكتطلق واحد الريحه نتاع الميركور مسمومه اللي كتادي بالناس الامراض وكتادي بينا حنا كنكونوا جالسين في الدار حتى كتطلقها علينا حتى كتعمر الدار الدوش كيعمر كل هاد الدار كتعمر بديك الريحه وحنا دابا كنقولوها يسمعوا الناس هاد الشيء هذا وحنا غادي نتمناو من صاحب الجلاله يسيق الخبر لهاد الشيء هذا اللي كيدير داك الراجل وديك المراه لانهم ما تلاوش خلونا نقعدوا في الدار ديالنا بالسحر بهاد الريحه وليدها 27 كدير اكثر فاكثر مقابله غير هاد الريحه هادي ومقابلنا غير حنا في ديك الدار كتسحر لينا وداك الشيء راه كيؤدي للامراض السموم هذيك خبيثه هي اللي كدير ويمكن لينا الا وقفت هاد الشيء هو هذاك ما وقفتوش غادي يلتجئوا للمحكمه غادي نشكو بها هي والزوج ديالها للمحكمه باش يوقف داك الشيء لاننا بغينا نسترجعوا الدار ديالنا نسكنوا فيها حنا دابا ما ساكنينش فيها وهاد الليله هادي العظيمه عند الله راه هي الثاني كتسحر حنا ما غنباتوش تما على وداك السحور اللي كدير لينا السحر الخرقاء هو تعمل بالنجاسه السحر الخرقاء هي واحد السحر اللي تيتكتب بدم الحيض ديال والنفاس ديال المراه او بالماء ديال الرجل حتى ما اجراكم ولذلك عليكم ان تحصنوا انفسكم في هذه الليله المباركه وتنقول للمشعوذون والصحارى اتقوا الله اتقوا الله فان غدا امام الله غتحاسبوا ان الظلم ظلمات يوم القيامه هذه واحد الميساج او رساله للمشعوذين
دواء السحر اخي كاينين كاين تيديروا طفر ديال الانسان، طفر صغير ديال بنادم، تيديروا طفر صغير ديال بنادم و تيديروا لي فشي قهوه كحله ولا تيديروا لي فشي جوال، تيفتخوا لي شي جوال، طفر تيفتخوا لي شي جوال، هذيك بالانواع السحر اللي تتحمق بنادم. وكاين السحور الثالث عفوا هو التفوسخه، تيديروا التفوسخه ديك المشعوذات. كانت واحد فكرتيني، كانت واحد المشعوذه حدانا ساكنه في الحومه ديالها واحد الشوافه، ولكن ما عادش دابا فوقاش هادي صراحه. بغاو يهدموا الدار ديالها الساعه ما باقي ما عطاش الامر باش يتهدم الدار ديالها، وبقاو شي كشابه لداخل في الدار باش دخلوا باش يطفوا الدار ديال هذيك المشعوذه، اللي باش لقاو شي كشوبه فيها داكشي المقلوب مكتوبه فهمو حتى شي حاجه. الصراحه داكشي ما بغاش كاع يتحيد كاع، لقاو شي هدورات ديال النعجات، اكثريه هدورات النعجات، حيت باش تمشيو تشوفوا تيطيحوا اكثريه تيطيحوا النعجات بزاف تيذبحوهم. الصراحة أنا خويا الرأي ديالي في السحور اللي تيديرو في ليت 27، هذاك شي خويا حرام اللي تيديرو الصراحة، أنا راه غير تيديرو بالآخر سميتو تيطيحو بالدين ديال الإسلام، هذه أول حاجة. وثاني حاجة خويا بأن حنا راه كلنا مسلمين أخي، أما ما بقاش في الحياة، ما بقاش بأن يمشي السحر عند الساحر باش يسحر ليا، كون كان الآخر سميتو السحر بعدك شي داو يكون داو راسو هو الأول بعدك، عادي يشوف المشاكل الناس، يشوف المشاكل ديالو وبعدك كيداير مرض نفسانيا وكذا عاد يشوف مشاكل الناس. ولي 27 اخويا تشوفوا ولا تشوفوا بعض الطرائف اخي بحال زمزم اللي تيديروا في عاشوراء تيديروا في لي 27. الصراحه انا اخي داك الشيء خايب بينه وبين الله، الصراحه بنادم ما يرتاحش في قبره اخي، يعني يكون معذب. الراي ديالي في الناس اللي كيلجؤوا للسحر كنعتبره بحال انه مرض نفسي، يعني كينساو بان الثقه في الله الانسان خصو يكون كيصلي ويلجا لله بدل اللي غيخسر فلوسه ويخسر الملايين في عند السحاره والشوافه. فكنظن هذه غير مرض نفسي، كان بحال كان عارفش كنعزيو به ريوسنا، فانا ما كنعترفش انا بالسحاره وما كنعترفش بالشوافه بحكم انا مثقفه وواعيه. فكنتمنى ان الدوله تحارب هاد الظاهره، وفين ما يكونوا ما سميتو تحاول تقضي على كل شيء قانون اللي كيقضي يكون يعاقب هاد المجرمين. انا كنعتبرهم مجرمين ومحتاجين احسن الملجا ديالهم هو السبيطار النفسي. ليله القدر خير من 1000 شهر. الناس الاسحار كحكم كراقي، الاسحار اليوم تيكونوا بواحد الشكل قوي، لان الشياطين تيتطلقوا في هاد الليل 26 او 27. وتنصح الناس باش يديروا التحصين ديالهم، لان كاين اسحار بزاف وكثيره عديده ومتعدده، منها سحر الكواكب والنجوم وسحر الجلب وسحر الدمار والتشتات، سحر قال كيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه في سوره البقره. لذلك حذاري ثم حذاري ثم حذاري الانسان، الناس ينتبهوا. انا تنصح الناس اللي عندهم المحلات باش يديروا كاميرات المحلات ديالهم، الناس اللي عندهم ديور كبار يديروا كاميرات باش يعرفوا اش كيطرش لهم في الاعتاب، ما يسمى بسحر المرشوش للدمار والتشتات. ما تنساوش بان هذا السحر هذا ديال المرشوش في المحلات عنده علاقه مع البيع والشراء، ما يسمى بمحق الرزق، ما يسمى بان كاين الانسان اللي ما غيبيع ما يشري، كاين الشركات تدمر، كاين اسره اللي كتشتت، كاين بزاف ديال الناس تيمرضوا واحد المرض خطير بزاف. ولذلك تنصح عن اي واحد في هذا المنبر هذا باش يتحصن، لان هذه الليله هذه ليله تكثر فيه يعني الاسحار والفتن. فهمتني؟ قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، قدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. بغي نقول للمواطنين انهم يحدوا الظاهره ديال السحر، حيت الا ما جاش محبه ما غاديش تجيب سحور. انسان يامن بالله وانسان يامن شويه
بثقه بالله. اما الا جا بنادم يمشي اي حاجه يحقها باش نجيب داك السيد ولا داك السيده باش نسحر ليه حتى واحد الله يسرح من قواغي بالسحور. تلقي صاحبتها معاها وسحرت ليها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.